ابو لما الكل كان مطالب بطوله الا منتخبين الكويتي واليمني. الكويت طبعا لا يسبب الكل عارف ظروفه. لا السعودي ما هو مطالب لا مطالب لا ما هو مطالب يظل المنتخب السعودي منتخب سعودي يظل الخضر خضر يعني يعني تقول لي مطالب تفضل صف رابع. هذا الكلام اللي انا ارفضه تماما. هذا الكلام اللي انا ما احبه يخرج من ترفضه من واحد سعودي والواقع غير خاصه اذا كان حسن عبد الغادر صحفي مخضرم. ليه ارفضه براحتك؟ صف الرابع شنو صف الرابع؟ طيب تعال ما كان صف رابع وخامس في مدرسه. لا لا هذا كلام ما ينعاد. التقييم عناصري عندك انت كخبير وناقد كروي كبير عناصريا تقييم قبل بدايه البطوله تقسيم عناصري يعني تسوي تقييم لكل المنتخبات. اكثر منتخب عنده خبره وجاهزيه عناصريه مين؟ الامارات. شكرا لك. اي خلاص هو ده اتفق معك انا ما اختلفت معك هذا الجانب. هذا عليه ضغط الامارات يا ابو لما بس بكره اوضح بس ابو لما قالها حسن قالها ابو عبد الله قالها ان هذه البطوله مع المدرب الجديد هو كم لعب مباراه ذكروني مع العام 10 الحين ثلاثه قبل البطوله واربعه ابو عبد الله بس اسمع من ابو سالم وارجع لك انت اذا بترد على احد يعني تعقيب عام تعادل ابو سالم ابو شادن تعادل ابو شادن ابو شادن ابو شادن انت اللوم عليك يعني شوف طول البطوله احنا نقول لك ابو سالم ابو سالم كان قلت انه ما شاء الله الله يحفظها خليها لك بندر تفضل ابو شادن عشان بس نسمع منه انا ما خلص ما تفضل كمل انا بس يعني انا والله فكرتك خلصت لا انا بسيطه وراح اختمها فضل. يعني يعني ذكروني مع منتخب مباراه الان 10 مباريات تعادل او فوز الان ما خسر ولا مباراه يعني هذا دليل على نهجه لا سبع مباريات سبع مباريات اربعه في خليجي وثلاثه وديات يعني ما بس انه ما خسر ولا مباراه خسر المباراه الاولى مع هايتي وباقي كله دخل عليه تلعب في سبع مباريات دخل علينا هدف هو اللي قال هو اللي قال لا تقعد تسكب الماي علي علي هو اللي قال فوت تقول مصاب لا هدي هدي علي فوت مصاب فبالتالي المدرب عنده عنده بعدين ابو فهد تابع يا برنامج المفروض تحضر يعني تشوف ما تعرف النتائج الله يهديك انت اللي سحبني قطيتني بس يقول علي مفوت مصاب سحبني مفوت مصاب انا المعلومه اللي عندي ان علي مفوت كان مصاب يا اخي الرجل كان مصاب الرجل متحدد ولا غير جاهز ولا غير جاهز انا معك اعلامي بس مصاب علي مبخوت جاي راجع من الاصابه لا راجع من الاصابه يا جماعه الخير ابو فهد يعني مصاب يلعب يا حسن يا عبد الغادر هذيك شوي ساعه ترى بشر يعني تغيب عنه اشياء تغيب عنه معلومات والله نسولف معه بندر بندر تايم اوت تايم اوت تايم اوت ايش رايك فيه انا خايف معك اليوم خايف فيصل مرر له معلومه طبعا فيصل قاعد ابو شاهد قاعد بس يترقب اي فرصه عشان طيب اللي تبي تقوله ابو فهد عشان حفنا ابي ابتسامه الطيب اللي تبي تقوله في هالموضوع اللي اقوله في الموضوع ان المدرب نفس ما قال اخو حسن ان الان 10 مباريات المدرب يعمل سبع مباريات انا خربطنا يا عم فيصل المدرب جاي يعمل نهائيات كاس اسيا صراحه يا ابو عبد الله ما تكلم ابو عبد الله خلاص اتفضل كله منك من وراك من جبت سالفه التذكره والاقامه والربع لا انا محلل انا محلل فيصل محلل فيصل